مرحبا بكم في كويزينة عفيف. اليوم باش نعمل لكم وصفة متطلبش برشا مكونات، ثلاثة مكونات كافيين. باش نعمل مكرون تقليدي. المكرون هذايا نستحق بياض بيض، لوز وسكر. في أول مرحلة باش نعمل نركض بياض البيض، مجرد ركضان ما حاشيش بيه مش يكون فارم، المهم انه واخذ. نحط له شويه أسيت سال، كملنا ركضان هذوما ما يعادل بيضتين، زوز بياض بيض. حطيت 180 غرام لوز مرحي، وحطيت لهنا 200 غرام سكر. تحب اكثر تنجم توصل حتى ل 110 غرامات. وعلاش يتسمى المكرون؟ على خاطر فيه برشا سكر. حاولت اني نحط 100، نجم 90، كل واحد وشنو يحب ذوق. بالنسبه طريقه العمل، باش ناخذ شويه لوز بوبري ربع، خلط معاه السكر، نمزج، بعدها ناخذ شويه بياض البيض ونقعد نمزج، ندخل نزيد كيف السكر نفس الطريقة، نزيد اللوز، نضيف البياض، كما قلت لكم أنا حطيت 200 غرام سكر. تحب اقل حلاوه 90. هذا في 10 دقائق ما بين تحضير المكونات ما بين خدمته، ما يتطلبش برشا وقت، يتشرب مع كاس تاي قهوه. يتطلب الكونتيتي هذه نص ساعه بالضبط ما بين طبخ وخدمه، أسرع وصفة تعملوها تحضروها حتى في 10 دقائق. مش كمل بياض البيض باش نشوف كافيين وإلا ترسلوا تزيد. أبري هما زوز بياض البيض يساوي 60 غرام، 60 غرام انت وحجم البيض. هانيا مول طلعت باهية، نخدمها شويه باش تبدا لزجه، لازمها تكون هكا طريه. حليت الفرن على 170 درجه مده ما بين 15-20 دقيقه. اول تراه بدا يحمر تخرجوا من الفور باش يطلع طري. تحطوه في حاجة تتسكر هكا كوك حديد، يقعد 15 يوم باهي. توا هذا سيء، تزيد كل كما ريتوني على مراحل السكر ما بين السكر واللوز حتى تكمل الكمية والبياض البيض. تحب تعمل عصرة قارص في البياض البيض مش مشكلة، تكثرش وبرمش يطلع على سيء. نجي ناخذ الطبق، مش ناخذ نص معرفة وإلا يجيني نص مغرفة هذه بالضبط هكا، ونحطها على شكل دائرة. هو يتحل، مش نحاول نعمل دورات صغيرات. تحب ما أكبر نجم، مش تطلع هكا، مش تعمل حجم أكبر. لا تخلي المسافة لأنه بيناتهم 2 سنتيمتر ولا اكثر، خاطر يتحل.
نص مغرف نتاع كف نتاع تي. نجي سوا تحطوا اللوز بقشوره او لوز ابيض ونزينها فوقهم ونواصل. نحاول اني نعطي الفورمه مدوره. باش نواصل الطريقه هذه ناخذ نص مغرفه نشوف فيها واضحه ولا لا بالنسبه لكم. بعدها نحط نرجع لكم بعد الطبخ. هذا صحيح طيبته زي كي خرجته مازال سخون. هذا هو الشكل اللي تحصل عليه على الكعبه كيف النيتريه مازال سخون على هذا هو ابو بري. يعطينا نحسب قداش يعطينا ابو بري. يعطينا 16 كعبه هكا انت والحجم الكعبه. قعد لي بالضبط على 170 درجه 22 دقيقه.